كنت أزكي مالي في محرم فأخرت الزكاة إلى رمضان وقد حال عليها الحول في محرم، فما الحكم؟ الحكم إذا وجبت الزكاة تخرجها في وقتها، ما تأخرها إلى رمضان، لأن الواجب إخراجها على الفور، ولا تؤخرها عن وقت وجوبها إلا إذا كان هذا لانتظار فقير، إذا كان تأخيرها لأجل انتظار فقير حاجته شديدة فإنك تؤخرها، أما تأخيرها من غير مصلحة شرعية فالواجب المبادرة بإخراجها ولا تنتظر بها إلى رمضان، لأن المحتاج محتاج في رمضان وفي غيره. نعم.